الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، أنا الحقيقة بعتذر أن أنا في حلقتين ما قدرناش نتواصل معكم فيها بسبب أن إحنا عندنا مؤتمرات وسفريات وتواصل مع أهلنا في الفترة اللي إحنا بنعتبرها حرجة جدا دلوقتي. وأنتم تعلموا أن المشروع الرئاسة يتعرض لمؤامرة كبيرة من أعداء الثورة، ويمكن شفتوا أخره اللي تقدموا للترشيح في آخر وقت، ويمكن ده دفعنا أكتر أن نبذل جهد أكتر في التواصل مع أهلنا وناسنا. لكن أنا حريص الحقيقة على استمرار الحلقات دي في الاتصال بيكم، وحقكم في معرفة كل شيء عن مرشح مصر، مرشح لكل المصريين، عن مشروعنا الوطني اللي هو مشروعكم، ولو ما كنتوش انتوا هتشاركوا معنا فيه وهتهتموا بيه، وحقكم في المعرفة والسؤال والتعليق والنقد لكل ما نقوم به، لأن مشروعنا كلنا، ليس هذا مشروع شخص، مشروعنا كلنا. أنا هيا بشكركم على استمرار تواصلكم، وبعتذر وأتمنى لو أن الوقت سمح لنا بأن تكون الحلقة دي يومية مش مرتين بس في الأسبوع أو مرة، سأكون أسعد بما تلقى منكم من أسئلة. محمد بعت سؤال مهم جدا، كثير من شبابنا وإخواننا الأعزاء بيسأل على البطالة ومشروعنا لمواجهة البطالة. وأنا مدرك أن البطالة مشكلة كبيرة لشباب مصر، اللي وصلت في مصر إلى نسبة 20% وبعض الإحصائيات بتقول 16، لكن سواء 16 أو 20% دي نسبة كبيرة. أنا أعلم وأدرك أن مفيش بلد من بلاد العالم ما فيهوش بطالة، حتى أمريكا نفسها بتعاني من البطالة. لكن أن تكون النسبة 20% دي مسألة جرس خطر جدا، نتيجة الفساد والاستبداد اللي كان مصر بتحكم بيه عشرات السنين. بيسأل عن مشروعنا في التشغيل والبطالة. احنا هدفنا ان احنا نقلل هذه النسبة لنصل بها الى اقل من 6% بنهاية برنامج الفترة الاولى للرئاسة. ودي في بعض الاليات احنا حطينا برنامجنا، يمكن لو رجعتوا ليها هتلاقوها. اولها ان احنا نعرف بالضبط البطالة دي فين، وده يقتضي مننا عمل قاعدة بيانات على فيها معلومات تامة على كل الشباب اللي ملهوش عمل، من حيث مهاراتهم وخبراتهم والشهادات اللي هم يحملوها، عشان لما نعمل قاعدة البيانات دي نقدر نتعامل مع مشكلة البطالة بشكل علمي وموضوعي. حينما يكون عندنا قاعدة البيانات، سوق العمل يحتاج لمهارات معينة، يحتاج لتخصصات معينة، نقدر نعمل برنامج تدريبي للشباب دول في المجالات وفي المهارات والتخصصات اللي السوق عاوزها، وبالتالي يسهل لنا توظيفهم في الأماكن وفي المشاريع التي تستوعب طاقتهم وإمكانياتهم. من ضمن برنامجنا في مواجهة البطالة ان احنا نتوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة اللي بتستوعب عدد، وده احنا التجربة دي كانت في الصين وبنستفيد منها، فضلا على تشجيع المشاريع كثيفة العمالة مثل مشاريع الزراعية والمشاريع صناعة السيارات وبعض المشاريع اللي بتحتاج لعدد كثافة في العمالة، فتقدر مشاريع التشييد أهم من المشاريع المعروفة أنها بتستوعب عمالة كبيرة يعني. وده بيفرض علينا رفع كفاءة القطاع الزراعي عن طريق السياسات اللي ذكرناها في مجال الزراعة، بنعيد النظر في نظم الري، بنعيد النظر في الحيازات الزراعية، في توسيع الرقعة الزراعية، في إنشاء شركات أو جمعيات تعاونية للشباب اللي ممكن يتم تمليكه مساحات من الأراضي المستصلحة الجديدة. لكن انتوا عارفين ان الزراعة الحديثة بتقوم على الميكنة وعلى المساحات الكبيرة، فممكن يتعمل من مجموعة شباب على مساحة كبيرة زي 10,000 فدان، كل شاب ليه 5 فدادين من هذا، ويبقوا ملاك ويبقوا عاملين، ولكن على مساحات كبيرة تجعل العائد الاقتصادي على الزراعة افضل من ان كل واحد يزرع 5 فدادين لوحده. ايضا احنا بنقول طيب لغاية ما نجد فرص عمل للشباب
لابد عاملين برنامج لإعانة ضمان اجتماعي يصرف إعانة بطالة أو حد أدنى من الدخل زي أنا بحب أسميه، ما بحبش أسمي اسم إعانة البطالة، دول حد أدنى بالدخل لمن لا يجد عملا لحين أن يجد فرصة للعمل حتى يعيش حياة كريمة، وده ممكن نستمر فيها سنتين لحين إنهاء برنامج التدريب اللي أنا أتكلمت عليه. هذه الحلول كلها حلول قصيرة المدى تسير جنبا إلى جنب مع الحلول الجذرية أو الحلول العملية. الحلول العملية بقى على المستوى السريع عمل، أنا قلت على المدى الطويل عفوا، تطوير شامل لمراكز الشباب التي يبلغ عددها، انتوا عارفين عندنا 4500 مركز شباب، بحيث تصبح مراكز للإشعاع التنموي، وذلك بإنشاء نوادي للتطوع داخل مراكز الشباب هدفها تدريب مهني وإعداد للشباب المتطوع من أجل اكتساب مهارات جديدة، إنشاء صندوق تمويلي للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه للشباب اللي ممكن يدرس، حتى لو عملنا بنظام الأمريكي نظام الكوست ريكفري، إن احنا ممكن ندي إعانة للشاب اللي يدرس ماجستير أو دكتوراه يأهله لفرصة عمل كويسة سواء في الداخل أو الخارج، وبعدين يسد مصاريف الدراسات العليا دي على 5 سنين على 10 سنين حينما يجد فرصة للعمل. أيضا احنا أيضا بنشجع تكوين مؤسسة اقتصادية كبرى للمصريين بالخارج بهدف دعم مشاريع التنمية الوطنية. أيضا حينما نفتح أبواب الاستثمار للاستثمار الوطني والاستثمار الخارجي في المشاريع الكبيرة اللي قدمناها من فريق عملنا، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروع الطاقة البديلة، كل هذه المشاريع التنموية الكبرى وهي مشاريع قومية حتما سوف تستوعب أعداد كبيرة من الشباب اللي يكون أعد في هذه الفترة لوجود فرص عمل لي في هذه المشاريع. أنا أتصور لازم يبقى عندكم ثقة إن مصر دولة غنية، مصر دولة قادرة بتشجيعها وتحفيزها للاستثمار الوطني والأجنبي أن توجد عدد كبير خلال 10 سنوات على الأكثر من المشاريع القومية الكبيرة، مشاريع زراعية، مشاريع الطاقة البديلة، مشروع قناة السويس، مشاريع التكنولوجيا اللي ممكن تستوعب عدد كبير في مصر. كل هذه المشاريع إذا كان هناك نظام وطني مخلص مشغول بمصر يستطيع أن يؤسس ويقيم هذه المشاريع، وبالتالي تستوعب طاقة أكبر من الشباب. هذه خطوط عريضة ورؤية عريضة لوجهة نظرنا لمعالجة مشكلة البطالة، عندنا ثقة جدا جدا أنها يمكن أن تعالج ويتقل النسبة من 20% إلى 6% أو أقل كمان من 6% إن شاء الله.